عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في قناتي، قناه حنا لايف. اليوم غادي نقوموا بتحضير طاجين ديال الدجاج، طاجين الدجاج بالخضر بطريقه اللي هي مبسطه بلا ما يخلينا بزاف ديال الوقت. اول حاجه غادي نبداو بها انه غادي نشرملو القطع ديال الدجاج. هنا عندي طاجين ديال 4 اشخاص. غادي ندير البزار، سكنجبير، خرقوم البلدي، تحميره، الملحه، وشويه ديال مروزيه الدجاج الا كانت متوفره. غادي ندير شويه ديال زيت العود، تقريبا واحد معلقه كبيره. بالنسبه لهاد الجلده، كاين اللي كيبغيها كاين اللي ما كيبغيهاش، انا غادي نحيدها. غادي ناخذ موس او لا فرشطة على حسب الاختيار ديالكم. كنحاول انه ندير بحال هكا ثقوب، علاش؟ باش انه هذيك العطريه كتدخل مزيان في اللحم وكتولي كذلك رطبه. دونك غادي نتكاكا واحد شويه. غادي ندير شويه ديال القزبور ومعدنوس. غادي نغطي عليها تقريبا واحد على الاقل واحد 40 دقيقه حتى ساعه ديال المقانه، باش الدجاج القطع ديال الدجاج يشرب مزيان ديك العطريه، وعاد ديك الساعات ندوزو في التحضير ديال الطاجين. بعد ما ترقدوا قطع الدجاج، فهنايا عندي طاجين غادي ندير فيه شويه ديال زيت العود، البصله خضريه، القطع ديال الدجاج، طبعا هذيك الشرميله ولا العطريه اللي كنا درنا ما كنصبوهاش حتى حاجه ما تضيع. غادي نغطيو عليها واحد 5 دقائق، الوقت فاش انه يتشحر لنا البصله وكذلك الدجاج، ونعاودو نرجعو لكم من بعد. دابا غادي نقلبوه هكا شويه باش يتشحر كذلك من الجهه الاخرى. دابا غادي نبداو نحطو في الجزر من مورا ما تشحرات قطع ديال الدجاج. كنديرو الجزر هو الاول لانه هو كياخد شويه الوقت في الطياب. الكمية بالنسبة للخضر طبعا راه كتبقى على حسب عدد الأشخاص، فأنا كما قلت في الأول هذا ديال 4 أشخاص، دونك تقريبا راه كاين هنايا شي 3 ديال الحبات من الجزر. وغادي نديرو
شويه ديال الماء هكا من الفوق. غادي نديرو دابا الجلبانه هكا طريه. غادي نستفو القطع ديال بطاطس كذلك. قطع ديال الثوم قطع ديال الحامض هكا مصير. والزيتون، انا هنا عندي الزيتون الاحمر، تقدروا ديروا الزيتون الاخضر، ومن الافضل طبعا انه ديروا الزيتون بالعظم ديالو. اخر لمسه هي الفلفل الحار. دابا غادي نغطيو عليه على نار هادئه. مره نبداو نطلعوا عليه باش ما يتحرقش لينا. الا كان الماء ناقصو فكنزيدو ليهم. الاحسن انه نضيفو ليه الماء اللي كيكون مغلي، ماشي الماء ديريكت من الروبيني، لا نغليوه في المقراش وديك الساعه نبداو نزيدو. دابا الطاجين ديالنا ملي قرب انه يطيب، انا هدرتو في الفخر من بعد، فغادي نضيف ليه القزبور ومعدنوس هكا من الفوق. كما كتعرفوا الا درنا القزبور والمعدنوس من البدايه فما كتبقاش الفائده ديالو حتى المذاق. غادي نضيفوا الملحه وكذلك شويه ديال الابزار. صافي غادي نغطيو عليه واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه، الوقت لانه يطيب فيه، ونعاودو نرجع لكم باش نشوفو التقديم. الطاجين ديالنا بعد ما وجد فالشكل النهائي كيكون هكا تقريبا. كياخذ ما بين ساعه حتى لساعه ونص على حسب نتوما فين طيبتوه، واش فوق المجمر او لا فوق بوطاغاز. ومن الاحسن انه كما قلت النار تكون هادئه جدا باش انه يطيب على خاطرو بلا ما يتحرق لينا في التحت. كنتمنى انه الاقتراح ديال اليوم كفكره للغداء يكون نال اعجابكم. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في ريوسكم الى فرصه قادمه ان شاء الله.